أبيه، يعني مع الأمة بتاعت أبوه، مع الجارية بتاعت أبوه، هنا اضطجع معه، واضطجع بمعنى مفهومة. سفر التكوين صفحة 39 لعدد 7، وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيدي رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي، يعني جمعني، اضطجع معي. فضيلة الشيخ زكريا بطرس بيتكلم عن وط المرأة الميتة، فممكن يديني مفاجأة، هل عنده في كتابه المقدس يعني وطء الجثث ولا الوطء الميتين موجود برضه؟ يعني كل حاجة موجودة؟ ده أنا ببسطهم بساط، يعني هو بيقول يفتوى بيبقى عنده، هو عنده فظل إن عندنا، وبعدين جاي على أطهر مخلوق، على رأس الأولياء، على الإمام المبجل ورئيس المقدم، يظن به ذلك. ده مسكين مسكين. أنا الوقت بعد إذنك بينت الأول في الإسلام صفر، في اللغة العربية والإسلام المشاهدين في اللغة صفر، بينت أنه كذب ومدلس حتى بيظهر الكتاب وبين الغلط، إنما اللي بعمل لك كده. بينت كمان في النصرانية أنه ما يعرفش أي حاجة في الكتاب المقدس، بينت أنه ما تأثرش إلا بالمصطلحات الرديئة. في واحد قال لي فهمت الشيخ، قال لي أنتوا خربتوا بيت زكريا بطرس. إن شاء الله نكمل خراب إن شاء الله. شوف يا سيدي، هجيب لك الاضطجاع مع الجثة في الكتاب المقدس عشان اثبت له ان ما يكون في اضطجاع مع الجثه. افهموا انت يا زكريا، افهموا، ده جثه ميت، ميت يعلمه هو، ميت. انا بعلمه على فكره. انا مش عارف والله العظيم اعلم قمص، انا بعلم قمص النصرانيه، خدت لك ازاي؟ انا اعلمه، بس على فكره مش بخدمه لديني، لا، ده انا بخدمه الان لديني. هو داعيه يفتح للناس وبينهم الحق عندنا، هو صار داعيه لي الوقت زي ما بس. ايوه، شوف يا سيدي، الاضطجاع مع الجثة في الكتاب المقدس. سفر الملوك الثاني اصحاح 4 عدد 33-35، ترجمة الكتاب الشريف. فلما وصل اليشع الى الدار وجد الولد ميتا على سرير. لقى الولد ايه؟ ميت، ميت. حلو. مش حي هنا، جثة، ميت على سرير. طيب هو عايز يعمل كرامة، هو عايز يعمل كرامة، نشوف ايه اللي حصل. فدخل الغرفة واغلق الباب، دخل سكر الباب، قفل الباب زي ما احنا بنقول. ايه اللي حصل بعد كده؟ فكان هو والولد فقط، هو والجثه، ما هو دخل على الجثه، قفل الباب، وبعدين عايز الكرامه، فتضرع الى الله جل وعلا، ما فيش الا الولد الميت وهو الموجود معاه. ايه اللي حصل؟ هو تضرع دعاء. ايه المعجزه تجاب ازاي؟ الكرامه تجاب ازاي؟ يقول لك ثم صعد الى السرير واستلقى فوق الولد، قام طالع فوق السرير. جميل. واستلقى فوق الولد، نام اي نام عليه. يبقى انا لو خسيس او خبيث زي زكريا هقول له أهلا عندك هو واستغفر العظيم في الجثة مع الولد، إنما أبدا ما أفهمه هكذا، ما أفهمه هكذا. ولاستلقى أشد، استلقى فوقه أشد، ريح وقعد. لكن أنا بقولها بالمعنى الطيب، بالمعنى اللي فيه حسن الظن، بالمعنى البياني. ليه؟ لأن الراجل عايز يأتي بآية، عايز يأتي بكرامة، الراجل لسه متضرع إلى الله جل وعلا. خدت لك زي؟ استلقى على الولد، تعال معايا، ووضع فمه على فمه. النبي عندنا صلى الله عليه وسلم ده كده نام على جنب، استلقى على جنبه فقط. ليه؟ عشان يقيها ضغطة القبر، إنما لا التصق معها ولا أي شيء من على الإطلاق. لما لبسها الثوب جعلوا كفنا لها، ورواية ضعيفة كمان، ما حصلتش. تعال معاي شوف يا سيدي، فلما وصل اللي حصل دي، وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. لا فضلت الشيخ أهو أهو أهو. أيوة. الإيدين على الإيدين. جميل. الايدين على الايدين، يعني هو نام عليه الاول، خلي بالك فوق اهو، نعم. الايدين على الايدين. جميل. والعينين على العينين لازقه فيها كده. جميل. والفم في الفم. جميل. والفم في الفم. جميل. ركز معايا جدا، النفس الصناعي. وتمدد عليه كليته، الراس على الراس، الصدر على الصدر، البطن على البطن، الرجلين على الرجلين، وتمدد عليه، فسخن جسم الولد. لازم يسخن. طيب نيجي بقى نحسن الظن. وقام اليشع واخذ يتمشى في الغرفة ذهابا وإيابا، ثم صعد إلى السرير وتمدد على الولد مرة أخرى، عاد الموضوع ده مرة ثانية. فعطس الولد 7 مرات وفتح عينيه، يعني المعجزة تمت وقام الولد قايم من الأموات. في ترجمة كتاب الحياة، ثم اضطجع، على فكرة يقول اضطجع معناها الصف العظيم الحرام ده، أبدا، يا جاهل يا جاهل يا جاهل، تقول هذا في النبي محمد؟ طب اسمعه عندك اهو في كتاب ترجمة كتاب الحياة، ثم اضطجع فوق جثة الصبي. اخذ نفسي اعد اذنك ليغيظ بهم الكفار، بغيظك بغيظك وانت بتشوفني كده لانك رديء. شوف يا سيدي، ثم اضطجع فوق جثة الصبي
لو أنا بأخذ بالمعنى بتاع زكريا أعوذ بالله أعوذ بالله شر. دليل دليل على أن الرغيد ده وربي ما هو أري حاجة في الكتاب المقدس ما يعرفش أي حاجة ولا في الإسلام والله ولا في البطيخ ولا الرغيد ده ما يعرفش أي حاجة. إيه المهم شوف يا سيد ثم اضطجع فوق جثة الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فبدأ الدفء يثري في جسد الصبي. خلاص دي في ترجمة كتاب الحياة. ويقول مفسر السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم الجزء الرابع صفحة 375 أشير لك التفسير الزوم ما يقولش تفسير أجيب لك التفسير أجيب لك التفسير بالصفحة ده بالجزء والصفحة. وإذا بالصبي ميت خلاص بصف. ميت مات موتا حقيقيا ولم يغش عليه فقط معي؟ طيب شوف تعال يقول المفسر أنطونيوس فكري وصلى إلى الرب بإيمان عظيم وتمشى في البيت كان يسير في البيت مصليا باكيا لمحبته للعائلة والولد وهو نام فوق الولد ليدفئه ووضع فمه على فم الولد لينفخ فيه فهو يفعل ما في استطاعته. خلاص المسألة أنا عايز أقول لزكريا إيه يا زكريا اولا انت كذاب وانا اللي ببين لك كذبك انما تقول على الزوم كذا ما بتعرفش. النقطه الثانيه مدلس. النقطه الثالثه ما انتش درس حاجه في اللغه العربيه عشان تترجم معنى كلمه او تقول معناها اللغه والاصطلاح. المعنى الرابع انك فضح نفسك بتقول ان الالفاظ دي في الاسلام معناها سيء وهي الفاظ موجوده في الكتاب المقدس دلاله على انك لم تقرا الكتاب المقدس وانا اشك في عملك قمص ازاي بتعين قمص وهو لا يدري شيئا عن الكتاب هذا امر عجيب يا زكريا يعني اشرب اشرب. معنا الاخت ايمن المنيا وانا عارف اتصالات كتير ان شاء الله تفضلي يا اختي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. انا عايز اسلم على فضيله الشيخ الزغبي. اهلا وسهلا حياك الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك في عمرك. يا شيخ انا عايزة يعني ادارك لك على نصتك على الكيف الجاهل زكريا بطرس انا مش فاهم حاجة أيوة ولا حتى في النصرانية ولا في الاسلام. ايه والله. وعايزة اقول لحضرتك ان جوزي والله راح له واحد نصراني يدعو له النصرانية مع ان جوزي ملتحي ومتدين. اي نعم. وراح له عشان يدعو له النصرانية واول حاجة يكلموا فيها عن ارضاع الكبير. على الرضاع الكبير ايوه ورد عليه وجاب له واحد صاحبه من الداعيه رد عليه واخر مره بعت له فلاشه في حاجات كتير فضايحه عن دينه من الكلام اللي حضرتك اتكلمت فيه. اي نعم الكتاب المقدس لغايه دلوقتي ما ردش ولا هيرد ولا عمره. زكريا ما ردش هيرد ازاي؟ لما حضرتك قلت عن ان اسلم من احدى قريبات زكريا بطرس راح بعت له رساله على طول دلوقتي ولا رد ولا بعت اي حاجه خالص. كلامك سليم واحنا احنا سايبين له لسه مفاجات عظيمه جدا ان شاء الله تعالى. الله تعالى ربنا ينصرك على طول. الله يبارك فيك. على فكره وانا بدي ده درس مش لزكريا بس لاي واحد عايزين يصنعوه مكان زكريا بقول له خلي بالك مصيرك هيبقى زيده بس. جزاك الله خير يا اختي ايمن المنيا وما زلنا في الطريق. لو كانت ثانيه ممكن اتفضلي اتفضلي يا اختي زينب. حماتي عايزه اتكلم فضيله الشيخ. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد اهلا بيكي. بارك الله فيك. اسال الله يحفظك يا رب ونصرك يا رب يا رب ويا رب ينصر كل القنوات الدينيه يا رب. اللهم امين كلكم يا رب يا رب ينصر جميع العلماء يا رب. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. احنا في غاية السعادة والله من ساعة ما سمعنا حضرتك. الله يبارك فيك. ربنا يسعدك. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله ينصرك يا رب انت وكل العلماء بإذن احنا الله. واجب علينا سعادتكم. احنا بنشتغل كده خدم لسعادتكم ان شاء الله. يديمها علينا يا رب. ربنا يبارك فيكم. جزاكم الله كل خير. كل خير اختنا ايه وحمات اختنا ايه. اسال الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم ان يجزيكم بالخير كل خير والجزاء ان شاء الله. فقلت الشيخ يعني زكريا عايز تاني يعني بعد ده كله. لا 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 انا عايز اقول لك حاجه. احنا انا بدي ان احنا يعني هنقفل ملف زكريا لان زكريا منتهى. زكريا انتهى. هو انا قلت لك طاقته يعني. انا اول حلقه كنت جاي الشيخ مصطفى العدوي قال لي شوف موته بالتوحيد اقتله بالتوحيد خلص عليه. قلت له اقسم بالله ما يتحمل حلقتين. انت ان شاء الله تشوف. اللي برضه الله يبارك في عمره شيخ اهل السنه والجماعه جميعا دكتور عبد الله شاكر لما دخل معنا في مداخله وكذلك ووعدنا الجميع من العلماء. ولذلك انا قلت لهم يا جماعه اصبروا عليا والله ما يكمل معايا خمس حلقات او ست حلقات انا هقض عليه. انا هذا ليس بشيء. سيبوكوا بقى من اللي عملوا لنفسه والهالات المعموله واللي هم عاملين غاله بره وجوه. بالعكس ده باطل. انا هنفخ فيه كده باذن الله يكون زي البالونه اللي دكت بجبوس تنفجر على لا شيء.
وأنا بقول المنظمات اللي قاعدة تنفق ملايين الحين وتجمع له ملايين مرة ثانية عشان يقوم مرة ثانية زي ما قولوا من شمات الزغبي، أبدا ما تقدروش. وأقسم بالله لن أخاف من مخلوق على ظهر الأرض، فأنا أدافع عن ديني أولا.